أنا من واشنطن مراسلنا أبو بكر أحمد، وأيضا من كييف مفادنا نضال كنعنة، مرحبا بكما. إذا أبدأ معك أبو بكر، يعني موقف متقدم للرئيس الأمريكي جو بايدن وتحذير عالي النبرة، ماذا في تفاصيل ذلك؟ نعم، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي قال فيها بأنه لن يرسل جنودا إلى داخل أوكرانيا من أجل إجلاء أي مواطنين أمريكيين هي بالفعل تصريحات كبيرة متقدمة. نحن نعرف أن الموقف الدائم والثابت والمعلن من قبل الرئيس بايدن ومن قبل إدارته بشكل عام هو أن على المواطنين الأمريكيين ضرورة مغادرة أوكرانيا بشكل عاجل متى ما أتيحت لهم هذه الفرصة، وبأن الحكومة الأمريكية لن تكون قادرة على مساعدتهم أو إجلائهم في حال حدوث أي اجتياح روسي لأوكرانيا. فبحسب الحكومة الأمريكية هذا الاجتياح قد يحدث في أي وقت. تصريحات جو بايدن اليوم هي ثارت تفاعلا كبيرا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا هنالك من يتحدث بأن هذه التصريحات هي تأتي في إطار استباق الأحداث، باعتبار أن إدارة بايدن وبايدن نفسه قد واجه انتقادات شديدة جدا على خلفية عملية الانسحاب من أفغانستان، وأنه لم تكن هنالك خطط جاهزة من أجل التعامل مع الموقف في حال وصول حركة طالبان وقتها إلى العاصمة كابول. هو يحاول الهروب إلى الأمام في هذه الحالة الأوكرانية، وبالتالي هو يقول بأنه لن يرسل جنودا إلى داخل أوكرانيا لأنه في حال بدأ أي إطلاق نار متبادل بين الأمريكيين والروس فإنها ستكون بمثابة حرب عالمية. نحن نعرف أيضا أنه البيت الأبيض قد أعطى البنتاغون تصريحا على خطته التي تقضي بمساعدة الأمريكيين الذين قد يفرون من أوكرانيا باتجاه بولندا. هنالك عدد من الجنود الأمريكيين تم نشرهم هناك، ولكن هذه الخطة التي أعدها البنتاغون في وقت سابق ووافق عليها البيت الأبيض هي تمنع الجنود الأمريكيين من عبور الحدود البولندية باتجاه أوكرانيا، ولكن متى ما وصل الرعايا الأمريكيين إلى داخل الحدود البولندية فإن القوات الأمريكية سوف تتولى عملية مساعدتهم على المغادرة وأيضا الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الانتقادات كبيرة جدا، لا نعرف ما إذا كان الرئيس بايدن بالفعل سوف يبقى على هذا الموقف في حال حدوث أي اجتياح روسي وفي حال تعرض الأمريكيين لأي خطر نتيجة هذا الاجتياح. أيضا بايدن في هذه المقابلة قال بأنه لم يكن بحاجة لأن يخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يجب أن لا يتم التعرض للمواطنين الأمريكيين باعتبار أن بوتين يعرف ذلك، وبأنه التعرض للأمريكيين هو بمثابة خط أحمر. أبو بكر، يعني للوقوف على الموقف وما يجري في أوكرانيا ننتقل إلى مفادنا نضال كنعنة مباشرة من كييف. نضال، كيف تلقت أوكرانيا الموقف الأمريكي، يعني هذه التصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن؟ وضعنا في صورة التطورات على الحدود الأوكرانية الروسية. نعم ميشا، لغاية الآن لم نحصل على أي رد رسمي أوكراني على التصريحات الخطيرة للرئيس الأمريكي، لكن بالعموم الحكومة الأوكرانية كانت ترفض مثل هذه التصريحات وترفض التوجه الأمريكي للحديث عن حتمية الحرب وعن أهوال الحرب التي وصفتها الإدارة الأمريكية والمسؤولين الأمريكان بدقة شديدة، والحديث عن عدد القتلى وعدد اللاجئين. بالعموم هذا التصريح من الرئيس الأمريكي ربما يكون الأخطر والمؤشر الأكبر ربما لقرب اندلاع الحرب وقرب اندلاع عمليات عسكرية في أوكرانيا. ومنذ البداية كنا نقول في الأيام الأخيرة أن الأيام القادمة هي الأيام الأخطر، خاصة مع بدء التدريب العسكري الروسي البيلاروسي على الأراضي البيلاروسية. هذا التدريب قريب جدا من العاصمة كييف، الحدود الأوكرانية الحدود البيلاروسية تبعد عن العاصمة الأوكرانية كييف نحو 200 كيلومتر، وهي في لغة العسكر لا شيء، تقريبا يمكن الوصول إليها خلال ساعات أو يوم ربما من الحدود البيلاروسية إلى العاصمة الأوكرانية. أيضا هنالك تدريب آخر خطير يجري في الجنوب في المياه المحادية للسواحل الأوكرانية،
هذا التدريب عمليا يغلق كل المياه الإقليمية الأوكرانية أمام الملاحة. هذا التدريب الذي أعلنت عنه القوات الروسية والذي سيجري بالنيران الحية هو أيضا مؤشر خطير، وهو ربما طريقة لإغلاق المجال البحري أمام أي سفن قد تصل إلى أوكرانيا. الكثير من المؤشرات على بدء عمل عسكري ما، التقديرات كانت منذ البداية، وأنه مع انطلاق الحملة الدبلوماسية والجهود الدبلوماسية الدولية فإن روسيا ستستغل هذا الزخم وستصعد من الضغط العسكري على أوكرانيا، لأن هذه هي ورقتها الرابحة، هي ستضغط على الجميع وستستثمر هذه الضغوطات في مكاسب على الأرض. لغاية الآن نحن نشهد هذا التصعيد في الأيام الأخيرة، هذا التصعيد الروسي من حيث التصريحات. سمعنا بالأمس تصريحات وزير الخارجية الروسية عند لقائه وزيرة الخارجية البريطانية، هو قال بأنه يبدو أن الرسالة الروسية لم تصل إلى الغرب، الردود الأوروبية كانت دون مستوى التوقعات الروسي، وكان من المتوقع أن تصعد روسيا من التهديدات ومن الضغط العسكري من تحركات القوات الروسية على الحدود الأوكرانية. بالنسبة لأوكرانيا هذه التصريحات الأمريكية خطيرة جدا لعدة أسباب، هي أولا تؤثر على الاقتصاد الأوكراني، هي تؤثر على الشارع الأوكراني، وهي عندما تصف أهوال هذه الحرب وأهوال هذه العملية العسكرية تجعل الكثير من الدول الأوروبية على استعداد لدفع ثمن أكبر من أجل تفادي هذه الحرب الخطيرة. وبالنسبة لكييف الثمن الأكبر هذا ستدفعه كييف نفسها ليست الدول الأوروبية، وبالتالي سيتم الضغط على كييف من أجل تقديم المزيد من التنازلات للجانب الروسي لتفادي هذه الحرب. كييف الآن بانتظار أيام عصيبة، هنالك ضغط نفسي عند الجميع، هنالك محاولات للحفاظ على الهدوء، لكن الأوضاع بدأت تبدو صعبة الآن. من كييف مفادنا نضال كناعنا، ومن واشنطن مراسلنا أبو بكر أحمد، شكرا لكما.